عسلامة ومرحبا بكم من كل فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم كما قاعدين نشوفوا احنا قدام دار الكيا، وكما قاعدين نشوفوا من هنا كيا سبورتاج جديدة. ايوي اليوم جينا باش نصوروا كيا سبورتاج جديدة في فيديو حاسس باش يكون أول تقديم تونسي للكهرباء. نحكيوا على كل المواصفات نتاعها والفيرسيون باش نصورها لكم التوت اوبسيون على الآخر اللي فيها كل شيء، باش نحكيكم زاد على الفيرسيون المتوسطة وكل شيء حسيت باش نحكي لكم عليه. قبل ما نبداو نحكيوا على كهربتنا بالنسبة لليوم، تنساش تعمل أبوني للشان يوتيوب باش تلقى توت لي نوفوتي اوتوموبيل، اوكي فيديوهات على السيارات، تابعنا على فيسبوك على انستغرام وعلى تيك توك، نهبطوا في زاد فيديوهات حلوين على الآخر. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. اما لحظه قبل ما نبداو الفيديو، فما فورمولير ماذا بيا كان تعمرو فيه 4 أو 5 اسئله يخص غسيل السيارات، فيه اسئله للمستهلكين التوانسه كيفاش تحب غسيل السيارات، حسيلو 4 أو 5 اسئله تلقى اللين في ديسكريبسيون اللوطا. يلا بينا ليتس جو. الو نبداو بالاكستيريور تاعها كالعاده كما قاعدين نشوفو فيها، اخترنا باش نصورو اللي بلاك حلدية، وفما زادة واحدة اخرى كما قاعدين نشوفو فيها مغادي هكا بالاصفر. باهي كيا كما قاعدين نشوفو فيها غيرت برشا في التصميم تاع الكهرباء هذيا، وخدت الريسك بالقدا. اول مره خدت الريسك في الكهرباء هذه ومشات معها الحكايه بالقدا، وقت اللي حلت مصنع في امريكا وجابت مصمم اخر وصور لها كيا سبورتاج الجيل هذايا واللي هو جيل تونس، نوريه لك توا في التصويره. ومن بعد حققت نجاح كبير وخرجت الجيل اللي بعده، وكيا بالرسمي ولات تنافس في الالمان بالقدا. وتوا بالجيل هذايا عاد خدت الريسك مره اخرى، ونشوفوا اللي الديزاين نتاعها مختلف على الاخر، وبالرسمي كي تراها ما عادش تعقل الديزاين نتاع اللي قبلها، وما عادش تعقلها اللي هي اصلا كيا سبورتاج كهربا كيا. دونك كيما قاعدين نشوفوا من قدام، لاحظتوا اللي الكالندر ماخو اكثر يمكن 80% من الواجهه الاماميه نتاع الكهرباء، والفنارات ماخذين كان بارتي على اليمين وبارتي على اليسار. صغرونا الخط هذا كيما قاعدين نشوفوا فيه، غادي يتعاود برشا في الكهرباء. نقاوه لن، نقاوه زادا لن، نقاوه زادا من، ونقراو زاد في برشا بلايص في الكهرباء. والخط هذا تقول لك يا راه مستوحى من اللوجو نتاع الكهرباء، لان كيما قاعدين نشوفوا التايجر نوز هذايا من هنا دي ليدونتيتي نتاع كيا. حتى التايجر نوز هذايا زاد يتعاود زاد برشا مرات، كيفاش تعاود من لوطا فكري في الباراشوك من لوطا المغادي، وزاد يتعاود من تالي، ويتعاود حتى في البارابريز من الفوق كيما قاعدين نشوفوا. بالرسمي الكهرباء مزيانه مزيانه على الاخر، الحق خذت الريسك، نجم تعجبك كيما تنجم ما تعجبكش، انا الحق عجبتني على الاخر ومختلفه على الاخر، تعطيك تميز باهي برشا برشا. شوفوا اللوجو جديد تاع كيا كيفاش عاملينه بالالومنيوم ماهوش كرومي، شوفوا كيفاش هذه كلها بلاك، هذه كلها بلاك. نذكركم اللي الترافيت كله والفنارات الترافيهم كلهم بالليد ال اي دي الكل لليد هذاك، حتى بالفوق لايتس، حتى من الانتيريور اللوطاني زاده. نتعداو الجنب نتاعها، شوفوا فيها على جنب طولها 4 متر و51 زادت 3 سنتي، كبرت الكهرباء مالا شنو. والارتفاع على الارض نتاعها من اللوطه، الارتفاع على الارض نتاعها ولا 19 سنتي، وزاد اللومباتمون نتاعها 2.68 متر واللي هو قاعده العجلات، واللي هو الفرق ما بين من هنا مشطر العجله، من هنا لشطر العجله ما غادي. شوفوا كيفاش هنا عندنا خط حاد، خط حاد من هنا، خط حاد من هنا يكمل 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 يكمل، يقفوني ويطلع من هنا يعمل تنفيخه الكهرباء من تالي لهنا، باش انت كي تغزر من الريتروفيزور تحس الكهرباء منفوخه. بالرسمي تذكر في سيارات بورش، بالرسمي الحكايه عجبتني على الاخر، راهم عملوا فلسفه في التصميم هايله هايله على الاخر. شوفوا التوا بانوراميك ما غادي كيفاش محلول، شوفوا لهنا لي جونت، فما بار 17 فما بار 18 وفما بار 19، الحكايه تفرق حسب الفئه اللي تاخذها انت. وشوف كيفاش لهنا كيا قال كانت تعمل برشا كروماج نحاتو، ولا دورتها كله الومنيوم ما غادي. نتعداو للتلاني نتاع الكهرباء، في التلاني نتاعها كيما قاعدين نشوفوا زاد التوندونس هذيا نتاع الخطوط، الخطوط الكحول هذوك اللي في الوسط، وكان تغزروا لها شويه وكان تعرف تبع اخر موديلات كيا شويه، تلاحظ اللي الخط هذا والديزاين من تالي يشبه الكيا اي في 6 الاو في 6 الالكتريك نتاعها. دونك بالرسمي السياره مستقبليه، معناتها راهي السياره كيما نقولوا جايبينها من المستقبل، المستقبل التصاميم نتاعهم كيا.
هكاك حتى الحكايه دي تساعد انك حتى كي تاخذ الكهرباء بعد 4-5 سنين ما تحسش قديمه، خاطر باش ترى اللي كره كيا الالكتريك واليوم كل شيء الالكتريك تو باش يولي كره كيا فيها نفس الفلسفه التصميم بدي تشوفوا فيها من تالي. دونك لنا عندنا بالطبيعه فران ديسك مقدمه من تالي ديك حاجه فيها شكلها، عندنا من هنا رادار دو ريكول وعندنا فيها كاميرا 360 دوغري 360 درجه، وكما قاعدين تشوفوا من تالي الخط هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه، شفتوا الخط هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه عروضنا زادة من قدام الخط هذا، الخط هذا هو اللي قلت لك راه مستوحى من التصميم نتاع اللوجو نتاعها. هذه الكاميرا دو ريكول نتاعها، وشوفوا كيفاش القطعه الالومنيوم هذه، شفت كيفاش الخط ما غادي يوصل هوني يطلع هوني، القطعه الالومنيوم زاد هاك شفتوا الخط يوصل حتى كشي لهوني ويطلع هوني، الالومنيوم زاد لهنا هذايا يوصل هوني يعاود يطلع هوني. بالرسمي هي والله ابداع في التصميم، والله بالرسمي مش عادي منك يا بالرسمي، انا متحمس على الاخر اكسايت على الاخر نصور الكهرباء هذه. المال نتاعها نجم تحلو بالفلسه ما غادي، نجم تحلو بالمفتاح عن بعد زاده نفس الحكايه. الكبر تاع المال نتاعها 540 ايترا تقريبا، شوفوا كيفاش لهنا عندك هذوما تهبط بهم البنكات منهم غادي هما يهبطوا 40-60، ولهنا عندك كروشيه ولهنا عندك 12 فولت شارجي، ولهنا زاد عندك واش تربط لك الشبكه هذيك واش تربط باش اللي تحطو هذه كذا بوست غاز صغرونه. ولهنا نهزو هذه شوف كيف مقسوم على اثنين كي هزيتها، لهنا عندنا البوشيت اللي فيها كل شيء وعندنا الكريك وعندنا الفازات الكل نتاعها. بالنسبه للموتور تاع الكهرباء، انا الموتور اللي نتوقعه باش يجي تونس هو نفسه تاع الفئه اللي كانت قبل هذيا، واللي هو ان لتر سيس 177 حصان و265 نيوتن متر. 177 حصان تاخذهم في 5500 دوره في الدقيقه، وال265 نيوتن متر تاخذهم من 1500 ل 4500، معناتها الكوبل باش يقعد معناتها باش يكون موجود تقريبا في الدورات تاع المحرك الكل اول ما تخرج بالكهرباء. الموتور هذا 4 سلندر وفيه تقنيه تعمل اعاده تدوير العاده باش تنقص من الاستهلاك نتاع الكهرباء. فما زاد موتورات اخرين، فما حتى موتورات مازوت، اما انا قلت لك متوقع نجد يهبط موتور واحد اخر. على كل حال وقت اللي تهبط الفئه التونسيه بعد وقت اللي تهبط الكهرباء هذه في تونس، باش نحط لك في الديسكريبسيون ولا في الباج فيسبوك الفيش تكنيك نتاع الفئه التونسيه، وتنعمل زاد حتى فيديو قصير. احنا عملنا فقره جديده، عندنا فقره جديده اسمها في دقيقه، نجيبو كل مره كهرباء نحكيو على اهم معلومات اللي تعرفهم في دقيقه. أنا نعمل فيديو قصير اسمه في دقيقه عركية سبورتاج الفئه اللي جات لتونس، وما تنساش كالعاده تعمل ابوني للشين يوتيوب باش يوصلك كل شيء. الو نطلعوا في الانتيريور نتاع الكهرباء تو نحكيو على الانتيريور نتاعها. اخترت لكم الفئه توتوبسيون اللي فيها كل شيء كل شيء نحكيو عليها توا بالتفصيل. نجيو لهنا الكونتربورت كما قاعدين تشوفوا فيه مغلف، لهنا عندنا فيتري الكتريك، ولهنا ما نساوش حاجه مهمه على الاخر واللي هي السياج شوفون، تنزل عليه مره درجه اولى وبعد درجه ثانيه باش تقوي فيه. شوفوا لهنا عندنا البرلور محديه رونجمون كيما قاعدين تشوفوا فيه، صغروني كافي كندبوزه صغيره هكا ديجا حتى ينهالك من غادي. والفوق انا نشوف التصميم هذايا محلاه على الاخر، وتذكروا معايا الخط هذا مليح مليح باش نوريه لكم زاد من قدام. شوفوا محلاه على الاخر الديزاين نتاع البوانيه الداخلاني عملوا طلع من هنا، ويلا خلينا نطلعوا نحكيوا على ديسباس وكل شيء. قبل ما نطلعوا فيها حبيت نوريكم كيفاش ليزيسباس من داخل. بالرسمي انا نسيت ما قلت لكمش اللي هي الكهرباء، ابار انها زادت في الطول، ابار انها زادت في الارتفاع، زادت في العرض نتاعها. وتفرجوا ليزيسباس من داخل، تفرج من هنا بالرسمي هايله على الاخر. باهي قبل ما نطلعوا فيها زاده حبيت نوريكم اللي الكرسي نجم من البوانيه هذه تركح الدوسيه هذيا تقدمه والا توخره. قلت لكم اللي غادي الرونجمون صغرون مكفي كان دبوزه كهو، جاو لهنا وعوضها. شوفوا لهنا نلقاو الرونجمون هذا ومغلفه زيت بالرسمي ياسر ديت الهو بالديتاي، وفما دي فيرسيون اخرين نلقاو فما كل قجر هوني قجر زاد مغلف هكا ويتحل بالسلسله هكا. لهنا عندك وين تعلق حاجه، ولهنا كما قاعدين تشوفوا فيها هذيا بالبلاستيك باش انت كان واحد هكا بصحته هكا سمين ستيقو كي تمس ما تقلقش الكونديكتور اللي قاعد يسوق. نفس الحكايه نلقاوها في الكرسي هذيا زاده. شوفوا مغادي كيفاش هذه اول مره راها في فئه نتاع اس يو في كيف هكا، انت ريتها في اس يو في منافس لهذا هكا لوبسيون. قول لي هنا عندك وين تشارجي تليفونك شارجور تايب سي زد شارجور سريع. باهي الورا لك دوار عندنا دو زيراتور وتحتهم اكران صغرون هذايا وباش تقوي وتنقص في التمبراتور هاك الزرقاء نتاع البرد وهذيا نتاع السخانه. ولهنا عندك زاده
الرونجمون. شوفوا كيفاش بالرسم يستغلوا لي زيسباس بالكدا. ها اوزروا الكونتر بورت مغادي مغلف ديجا نفس الحكايه. شوفوا كيفاش مغادي ورا الروبستيت فما وين تعلق زاد حاجه. اوزروا الانسترومونتاسيون من قدام بالرسمي هاي اللي علق روحهم. فيرسيون اخرى زاد فيرسيون اخرى تبدا مش اكران هكاك كيما قاعدين تراو فيه. تبدا دو اكران مقسمين واكران عادي ما تبدا بازيك وكل فما اللي بازيك على الاخر اللي تبدا بالرسمي اكران صغرون ما تقولش عليه حسيلو كي سبورتا الشعبيه. ولهنا عندنا لاكودوار في دو بورت كوبلي وما غادي عندنا اكم تاع السنتو الوسطانيه وكل شيء. باهي وتقول لي توا فيها توا بانوراميك ولا وين حطوا البلافونيه؟ البلافونيه اوسكي كيف حطوا هوني زاد هو ال اي دي زاد هذاك ها نشعلوا لكم غادي الاي دي. ولهنا عندك وين تعلق حاجه. يلا نطلع من قدام ونشوفوا شنو وفر من قدام كاوبسيونات. باهي من قدام شوفوا لهنا عندنا لهنا معموله بالبلاك لهنا مغلفه بالكوير لهنا شوفوا محلات طلع لي حجبتني على الاخر فزاديه اللي عملاها. لهنا عندنا سيكوريتي كاتفيتر الكتريك والروتروفيزور نتاعها هاك الفلسه نتاع الروتروفيزور رابطها ننزل عليها الريتروفيزور يدور. ونسيت ما قلت لكمش الاكستيريور الريتروفيزور محطوطه في الباب ماهيش معلقه في الشباك هذاك يساعد برشا في الانسيابيه نتاعها. باه ندورو هكا نلقاو السياج الكتريك فما فيرسيون اخرى السياج نتاعها ريغلاج لومبير. لهنا السياج الكتريك منا وما غادي نتاع الباساجي واللي بحذاه الكتريك كيما قاعدين نشوفو فيه منا يقدم يوخر الدين نتاع الدوسيي هذي نتاع الدوسيي هذا هاكا تشوف فيه يتحرك. وهذيا زادا هذه اللي قاعدين تشوفوا فيها نتاع هذه تطلع وتهبط. نجيو لهنا نلقاو برشا فلس لهنا هذه نتاع التراكشن كنترول هذه نتاع الفرنما كيما نتاع مرسيدس هذه نتاع مستوى الإضاءة وهذه نتاع المال باش تهبطوا نعطيها إلكتريكمون تهبطوا من هنا. فما ديفيرسيون راه ما فيهمش الأوبسيون هذه دونك تفرق برشا فيها برشا ديفيرسيون. الفولون تاعها كيما قاعدين نشوفوا فيه من هنا ريغلاب أونوتور بروفوندور يطلع ويهبط يقدم ويوخر. باهي شوفوا الحركة هذه اللي قلت لك ذكرها في وقت اللي قعدنا من التالي. الحركة هذه لهنا معاودة في الباب التانيين في الأربع بيبان الكل وزيد لهنا معاودة هاك شفتو خط هذه خط هذايا مفهمتوش تاع شنيا بالضبط عملوه كيا واللي هو يكون خط يمشي وبعد يطلع يكون خط يمشي وبعد يطلع معمولة في برشا جوانب في الكهرباء. شوفوا لهنا خط يمشي وبعد يطلع شوفوا لهنا خط يمشي وبعد يطلع خط يمشي وبعد يطلع هذه معاودة برشا في الكهرباء وتلاحظوها في الكهرباء. باه نكملو هوني نلقاو القجر هذايا نحلو هكا عندنا 12 فولت من غادي عندنا اليو اس بي وعندنا زاده الشارجور نتاع التشارجينغ تايب سي من غادي وعندنا لنا الشارجور تحط تليفونك يتشارجا وحده هكا تشعلك غادي كي يبدا يتشارجا نزلو عليه يتسكر وحده. فيرسيون المتوسطه ما فيهش لوبسيون تاع القجر هذايا لهنا كلها بالبيانو بلاك هذه عيبها الوحيد انه شو كيفاه يعني قاعدين تراو فيهم هذوكم لازم كل مره تقعد تمسح كل ساعه تقعد تمسح الانجن ستار ستوب هذه بالفلسه السيرجو فما منه وما غادي فما زاده تاع السيرجو كي تبرد هذه نتاع الفولون تسخن الفولون شوف ما تاع لوبسيونات. لهنا نقول البوازيتيس نتاعها الاير الان دي وذي البيتنس اللي عليها نتاع الباركينغ شوفوا عليها حمراء من هنا. لهنا نلقاو الدرايف مود هاك يتبدلوا شوف كيفاه توا مثلا في السبورت مود كيفاش النورمال مود كيفاش والايكو مود اقدر كيفاش تبدل الانسترومونتاسيون وديما الار بي ام على اليمين والكونتور على اليسار. ولهنا عندي دو بورت دوبلي كيما قاعدين تشوفوا فيها تنزل على هذه نورمالمون هي نورمالمون كانت مسكره هي هكا تنزل عليها يتحل هكا. لهنا عندي رونجمون صغرون نطلعوا هذه هكا عندي اكو دوار عندنا لنا زي نتاع الصوت تاع الرادار دو ريكول هذه كاميرا تحب ديزاكتيفيها ولا تاكتيفيها هذه نتاع فاز باهي على الاخر هذه في الكونسوماسيون هذه في لومبوتياج تولي تسكت تخدم وحدها هي تفيق وحدها. اوتو هولد نتاع الايدو ديماراج اون كوت وهذه ايدو ديماراج ايدو على ديسونت هذه معناتها في الهبطه تعاونك هي الكهرباء. الوغ بالنسبه للفولون نتاع الكهرباء لهنا على اليمين عندنا نتاع الكروز كنترول نتاع الاورديناتور دو بورتاح وهذه نتاع الاسيستونس تاع الشونجمون دو فوا هذيك الكهرباء لازم توقف في الطريق وكل. ولهنا على اليسار عندنا هذه نتاع المود هذه نتاع الشورت كات هذه تختار انت اوبسيون ديما تستعمل فيها تنزل عليها طول تولي تظهر لك في الاكرام الماضي هذه تاع التليفون تزيد تنقص فوليوم وتبدل الشان نتاعك والمود تبدل من الاوكس للراديو اللي تحب انت وهذايا الميكرو. الفولون كيما غادي تشوفوا فيه محلاه يهبل على الاخر برسمي مزيان على الاخر كله بالكوير مغلف بالسيربيكول. من هنا لهنا عندي الباليت فولون لهنا عندي هذه البلوس هذه عندي
لموان كيما قاعدين تشوفوا فيها اوف كيفاش لقيتنا هنا بالكانو بلاك وعندي لاليماج اوتوماتيك دو فو. ليكرون هذا تصور لكم ان شاء الله بالتفصيل. عندنا كليماتيزور اوتوماتيك هنا اوكي بيزون كونت الكوندكتور يحدد التمبيراتور اللي يحب عليها واللي بحال يحدد التمبيراتور اللي يحب عليها واوتوماتيك ما قلت لكم فيه ليكرون هذا. في فيت اخرى الكليماتيزور ما يجيش هكا نطلع فوق هنا نلقاو الكابتور نتاع المطر ونلقاو زاد اللونات نتاعها ولهنا نلقاو البلافونيه نتاعها الاي دي زاد لهنا زاد عندنا دوما تهبط هذيك طويش على جوست تاو الكهرباء ماهيش تخدم ولا ماهيش محطوط كونتاكت ولهنا هذيا نتاع المباريات موجوده هايك ما غادي وهذا توا بانورامي كيما قاعد تشوف في محلول محليه. هكا نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا بالنسبه لليوم ان شاء الله يكون عجبك ان شاء الله تكون استفدت حتى لو كان معلومه واحده كان استفدت ما تفخيش علينا بابوني على خاطر 18% اكهاو قاعدين من اللي قاعدين يتبعوا هما اللي قاعدين عاملين ابوني للشان يوتيوب وكما قلت لكم دوما تهبط الكهرباء في تونس باش نعمل لكم حلقه جديده في فقرتنا اللي اسمها في دقيقه ونهبطها على فيسبوك والانستغرام واليوتيوب والتيك توك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.